وعلى هامش استضافه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه للقمم الثلاث اقامت وزاره الاعلام السعوديه النسخه الرابعه من واحه الاعلام في العاصمه الرياض. وتعد واحه الاعلام احدى المبادرات التي تستعرض مشروعات المملكه بتقنيات حديثه وابداعيه تتيح للزائر فرصه الاطلاع عليها باسلوب غير تقليدي. تفاصيل اكثر مع مفادنا الى الرياض الزميل طلال نايف. من قلب المملكة العربية السعودية الشقيقة مدينة الرياض وفي ظل رؤيتها 2030 وانطلاقا من دورها الريادي في المجال الثقافي والسياحي والرقبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة تواصل واحة الإعلام التي تقيمها وزارة الإعلام السعودية استقطاب الزوار على هامش القمم التي تستضيفها لتاخذ الزوار في تجربه فريده من نوعها، لتعرفهم بالتاريخ والنهضه الحديثه التي تشهدها في كافه ارجائها. احنا اليوم في واحه الاعلام في الرياض نتكلم عن عسير عن أهم مشاريع قاعدة تصير يمكن على المستوى السياحي في المملكة أو من أهمها فتكلمنا عن مشروع السودة تكلمنا عن مشروع آردار أو مشروع الوادي تكلمنا عن محمية الإمام فيصل بن تركي تكلمنا عن المطار كلها تم الإعلان عنها مؤخرا وستجعل من عسير بإذن الله وجهة عالمية طوال العام تميز وابداع يراه اي زائر لواحه الاعلام من خلال خوض تجربه متكامله وفريده من نوعها ليشعر انه يزور تلك المشروعات والمبادرات على ارض الواقع. الدرعيه اليوم تشارك في واحه الاعلام على هامش القمه السعوديه الافريقيه وهي منصه بالنسبه لنا منصه مهمه جدا لابراز الدور الثقافي والتاريخي والعمق التاريخي للدرعيه، احنا نعمل وفق رؤيه المملكه 2030 والمشروع ممتد حتى عام 2030. مشاركتنا اليوم في الواحه على هامش القمم الثلاث لاستعراض منتجات المبادرة على زوارها من الصحفيين والإعلاميين الدوليين طبعا إنتاجاتنا تختلف في مثلا أحد المشاريع التي استعرضناها اليوم عبر الشاشات التفاعلية مشروع أطلس السعودية وهو مشروع لاستعراض مدن المملكة بـ بـ من دون لغة معينة بلغة عالمية هي لغة الجمال ولغة لغة الصورة هذه الواحة التي تعد نافذة للعالم أجمع تستعرض لجميع الزوار عن كثب جمال المملكه العربيه السعوديه عن طريق التقنيات الحديثه بشكل غير تقليدي ودقيق لتبرز كافه المشاريع النوعيه والضخمه التي تحققت خلال الفتره الماضيه مواكبه لرؤيه السعوديه 2030. نافذه يطل عليها العالم اجمع من خلال هذه الواحه ليتعرف الزائر على ابرز المشروعات التي تحتوي عليها المملكه العربيه السعوديه في شمالها وجنوبها وغربها وشرقها ليتعرف الزائر على النهضه الحديثه وتاريخها العريق. طلال نايف لمركز الاخبار من منطقه الدرعيه من المملكه العربيه السعوديه.